وتنضم إلينا مباشرة من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، تفاصيل استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال يترافق مع سجال سياسي حاد ومواقف من رؤساء الحكومات السابقين، إضافة أيضا إلى شخصيات مختلفة كانت يعني إبان التفجير وفي الفترة أيضا السابقة سيتم استجوابها. روبير، ما ذكرته بحسب الدستور اللبناني، لكن على الطريقة اللبنانية فإن دياب تمكن من الالتفاف على هذا الأمر من خلال مغادرته قبل ساعات السراي الحكومي في إشارة واضحة أو في تبليغ واضح للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى أنه غير راغب باستقباله. ومصادر دياب تقول إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب أدلى بما لديه قبل 3 أشهر عند انطلاق التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي ليس لديه ما يضيفه في هذا السياق، في إشارة إلى أنها ترفض هذا الاتهام، وهو ما يتوافق مع رفض يأتي من قوى سياسية أخرى تتحدث عن نفس انتقامي من المحقق العدلي فادي صوان الذي يقال بأنه مقرب من التيار الوطني الحر، على اعتبار أنه في هذا الاتهام استثنى رئيس الجمهورية ميشيل عون، وهو الذي أدلى أو أقر في أكثر من مقابلة تلفزيونية بأنه كان يعلم بوجود شحنة النترات في مرفأ بيروت قبل وقوع الانفجار بأسبوعين وربما أكثر، لكنه لم يقم بأي خطوة تجنب البلاد هذا الانفجار الكبير. طبعا بالإضافة إلى الاتهام لدياب، هناك اتهامات لثلاثة وزراء، لكن 2 منهما وهما يعني يمثلان حركة أمل في الحكومة وفي مجلس النواب أيضا، بالتالي الاستماع لهما يحتاج إلى رفع الحصانة عنهما من قبل مجلس النواب، وهذا ما لن يحصل بالتأكيد. يبقى هناك أحد الوزراء وهو يمثل تيار المردة، وتحديدا يعني الوزير سليمان فرنجي رئيس تيار المردة، وبالتالي سيكون هناك اجتهادا لعدم مثوله أمام التحقيقات لما لدى هذا الفريق من توجسات من هذا الاتهام على اعتبار أنه اتهام مسيس. طبعا الشارع يطالب بأن تأخذ هذه التحقيقات مجراها وأن تتوسع في اتهاماتها، لكن هذا الاتهام نقل الخلاف السياسي نحو مكان آخر، وبالتالي عقد أكثر ملف تشكيل الحكومة بعد أن فرز القوى السياسية بشكل محدد وبشكل يعقد إمكانية التوصل إلى أي توافق قريب. مراسلتنا دارين الحلوي مباشرة من بيروت.